أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، أبا فريضة من ربنا المنان. أنت لست محجبة، ولا ينبغي أبدا أن تتوهمي أنك بهذا الزي قد تحجبت يوما من الأيام. من تلبس البنطلون الضيق وتلبس البضي وتغطي رأسها، أنصح هذه الأخت بأنها ليست، وخدعها والله من قال بأنها محجبة. فالحجاب يا أختاه ويا ابنتي الغالية له شروط، لابد أن يكون جلبابك فضفاضا، وأن يكون طويلا، وأن لا يكون شفافا، وأن لا يكون معطرا، وأن لا يكون مبخرا، وأن لا يكون ثوب شهرة، وأن لا يكون ضيقا ليظهر مفاتن جسدك. هذه بعض شروط الحجاب التي يجب أن تتوفر في حجابك. أما أن تخرجي بالبنطلون وبالبضي الضيق وتتوهمين لمجرد أنك وضعت غطاء الرأس وأظهرت خصلة واحدة من الشعر أنك بذلك قد تحجبت وخدعت بقول من خدعك بأنها خطوة على طريق الحجاب، لا، هذا حجابا، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواج بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيب، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولو كانت المرأة متبرجة وذكرت بالحجاب لوضعت رأسها في الأرض وعلمت أنها عاصي الملك الوهاب وعاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله، ربما لا تقتنع إن قلت لها الآن بأنك بهذا الزي لست محجبة، لأنها خدعت حين قيل لها بأن عملية كبيرة على طريق الالتزام وعلى طريق الحجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.